عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في مجال الحفلات والأعياد. أنا الخط والإملاء ألاحظ وأكتب دائما كما كنقول لكم، بغيتوا تحسنوا الخط ديالكم، عندكم باقي عندكم مشكل في الخط ديالكم، خذ دفتر منزلي أو دفتر آخر، حاول تكتب هاد الكلمات، اكتبهم في هاد الدفتر المنزلي، اكتبهم، هذه اكتبها 10 مرات، هذه 10 مرات، 10 مرات، هذه 10 مرات، 10 مرات، تعود الكتابة، عود يدك، يعني تحسين الخط ما كيكونش عن طريق شي طريقة تكتشفها نتايا، لا، عن طريق الاستمرارية والكتابة، كل ما كتبتي بزاف كل ما تحسن الخط ديالك مزيان، صافي؟ ونقول الخط كما كيكون مكتوب هوايا دائما، طيب؟ ولاحظ واكتبوا العيد العيد، ندير الف هكا انت وندير هكا مثلا اللام هكذا، العيد دو الاخرين خليهم حتى تكتبوا نتوما، يا اسمع هيا ا بالهمزه ا سين هكذا، الميم هكذا، كل حرف على حده، ا س م اكتب، ندير ا هكا، الكا هكذا، تا هكذا، والبا هكذا، أك تو بو، الخط ديالك يجي مزيان زوين، شافي؟ في السوق الفا هكذا، الياء على السطر تحت السطر هكا، في السوق، في السوق هكذا، ألوان أ نون هكذا، ألوان. ثانيا تدرب الإملاء، أملأ الفراغ بالهمزة المناسبة، الهمزة، سأل س أ أ أ أ أ أ أ أ أ الهمزة هكذا، سأل سأل الطفل، الألف قريناه مقريناش، ثانيا ندير لوك، سأل الطفل درناك، سأل الطفل، سأل الطفل، أحمد، أباه، عن المسيرة، عن كدرة السهم كنسمى مقرينا شهادية، عن المسيرة، فأجاب الأب، اسمع، اسمع يا بني، إن المسيرة حدث مهم في تاريخ المغرب، قالت المسيرة للمستعمر، اخرج من أرضنا، اخرج من أرضنا، اخرج من أرضنا، إذن نظن واضح. تذكروا اكتبوا جملا او كلمات تتضمن همزة وصل او قطع، اكتبوهم انتم، مهم انا وصلنا الصفحة 158. مثلا جملة، جملا مثلا أكل أكل الولد، أكل الولد الخبز، همزة وصل وهمزة قطع، أكل الولد الخبز، دير شرطة، العيد قريب، قريب العيد، قريب زعما العيد قريب، ألوان، ألوان، ألوان العلم، الشرطة، الشرطة تقول فوق هكا، ألوان العلم، ألوان العلم المغربي،
مغربية زاهية. إلى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله.